والشريك التركي بعد ما جه هنا مصر تحول من المستورد للمصنع، هل ده فرق مع حضرتك او فرق مع الدوله عموما؟ يعني ان احنا الاول من مستورد بقينا مصنعين، بقينا في توجه الدوله ده مثل ايه يعني؟ او ايه النقطه الفارقه او سبب التحول الاساسي من مستورد لمصنع؟ والله هو السبب الرئيسي اللي خلانا نتحول من موضوع الاستيراد لموضوع الاعتماد على المنتج المحلي، واحد التوجه العام للدولة في دعم المنتجات المحلية، وان لقينا يعني توجه حقيقي مش مجرد كلام، دعم ان انت بتحاول تحجم الاستيراد بقدر المستطاع، توفير تيسير السبل استيراد الخامات الأولية، وضع قواعد قانون الاستثمار، تعديل قانون الاستثمار وانشاء الشركات، توفير يعني شويه عوامل مرتبطه ببعضها ومجتمعه ادت ان هي الشركه عندنا تبتدي تفكر وتعيد ترتيب اولوياتها تاني من الاعتماد على المنتجات الخارجيه والمستورده للاعتماد على المنتجات المحليه في ستيب باي ستيب كده اهوت لحد ما نوصل للمعدل اللي احنا مخططينه خلال سنتين الجايين. كنتوا انتوا سبب تواجد الشريك التركي معاكم ولا انتوا دخلتوا معاه مع يعني لا هو موجود من قبلنا بفتره، لكن انتوا دعمتوا، لكن هو جت في فتره معينه كده كان في شويه عوائق وعقبات بالنسبه للشركه هناك، لكن بعد تعاوننا احنا مع بعض ابتدينا نغير منظوره تاني ورؤيتهم، رؤيه الشريك التركي للسوق المحلي وللشركاء المصريين وللسوق المصري ومدى ونظهر له مدى دعم الحكومات للمنتج للمصنعين المحليين، وبالفعل قات استثمارها السياسه ديت يعني والتوجه بتاعنا ده حصل بالفعل ان هو بدا يضخ الاستثمارات ويزود الاستثمار بتاعته في خلال الثلاث اشهر الاخرين زي ما قال لكم حوالي 5 مليون يورو، في رغم ان هو كان من سنه ونص كان خلاص بيحاول يقفل المكن المصنع وبيبيع في المكن بتاعته ماشي، لكن في اخر الثلاث شهور او ست شهور الحمد لله رب العالمين قدرنا بمجهود طبعا والتسهيلات اللي تمت من الدوله والتيسيرات اللي حصلت في الاستثمار وفي هيئه التنميه الصناعيه اللي احنا بدانا نخليه يستثمر ونجيب مكان تاني وندخل خطوط جديده وندخل افكار جديده زي مثلا الستاره الزبره ديت، دي ما كانش ما لسه محدش في مصر بينتجها، وفي الدول العالم مش كتير برضه بينتجوها، مش يعني فيش مصنعين كتير بيعملوها.